السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم على واحد جوهرة من جواهر التراث المعماري الجزائري والتاريخي، وهو فندق سان جورج الذي تعود بنايته الأولى إلى 1514 عندما كان قصرا للداي نتاع الجزائر. ثم الفندق هذا اللي يعتبر يعني يعطيك يعني حوصلة نتاع العمران الجزائري الذي يمتد عبر التاريخ، واللي كان في فترة الاستعمار، كان في حوالي 1889 أخذ كمقر للقنصل البريطاني في الجزائر اللورد سان جورج، الذي تم إعطاء تسمية له لأصبح يسمى بسان جورج نسبة إلى اللورد البريطاني اللي كان يقيم في هذا القصر. وفي الحقيقة القصر هذا كان من قبل، كان بعد ما في فترة معينة كذلك قبل مجيء الاستعمار الفرنسي، كان كذلك لفترة معينة مدرسة داخلية للبنات، وكان الحجم نتاعه أصغر مما هو الآن. ثم في يعني في العهد الاستعماري في 1923 تقرر تحويله إلى فندق وسمي باسم اللورد سان جورج إذن، وتمت توسيعته يعني أكثر مما كان عليه من طرف الاستعمار الفرنسي، إلى أن تغير اسمه في الاستقلال في سنة 1982 ليصبح فندق الجزائر، وتغيرت تسميته إلى فندق الجزائر، حيث أنه في سنة 1974 تم توسيعته من طرف المهندس المعماري الكبير فرنون بويون، الذي أضاف له مسبحا وبعض الملحقات، وكذلك حديقة كانت مجاورة له ألحقت بالفندق ليصبح بشكله النهائي اللي نعرفه اليوم. وهو الآن عنده حوالي 89 غرفة، وكذلك 25 سويت، إذن يضمها هذا الفندق الرائع اللي الآن أصبح مسجلا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وكذلك نذكر أنه عرف زيارة عدة شخصيات عالمية أمثال جنرال إيزنهاور والكوبي تشي غيفارا، وكذلك فنانين كاغي بودوس وزين الدين زيدان وإيديت بياف، ويعني عدة شخصيات عالمية زارت الفندق هذا اللي الآن يعتبر كشاهد على عظامة تاريخ الجزائر وعلى حضارة التاريخ الجزائري. واللي نعاود نذكر أن الفندق هذا يعود إلى سنة، أول بناية له تعود إلى سنة 1514، يعني إلى خمسة قرون، وعرف عدة توسيعات إلى الشكل النهائي تاعو اللي نعرفه الآن. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.